ونراجع هذا باستمرار. هنالك أحد الأبناء لديه مشكلة صحية، علينا أن نعتني بهذه المشكلة ونبذل لها كل ما نستطيع ونظهر التعاطف مع هذا الطفل الذي يعاني من هذه المشكلة. أحياناً الطفل يعاني من مشكلة معينة ولا يلاقي في هذا البيت إلا اللوم والتقريع والضرب والاتهام. وأعطيكم على ذلك مثال شائع في بيوت كثيرة، التبول الليلي. طفل عمره 7 سنوات أقل أو أكثر يتبول. يا أخي أنت الآن صف الأول أو صف الثاني، كيف تبول في فراشك؟ ويكون استهزاء ويكون ضرب ويكون كذا وكذا، بينما قد يكون ذلك له أسباب معينة، أسباب نفسية أو أسباب عضوية. فإذا علينا أولا ننظر ما الذي يجعل هذا الطفل عنده هذه المشكلة، وأحيانا يكون عنده مشكلة هو وغير موجودة في بقية إخوانه فيلام. دائما نعمل مقارنة، إخوانك اللي أصغر منك ما يسوي كذاك، ليش أنت تسوي كذا؟ فلابد من مراعاة الحالة الصحية